بنرحب بيكم مره تانية. احنا النهارده معانا في استوديو هذا الصباح نموذج للمراه المصريه المكافحه، وهي السيده نحمدو سعيد اللي بتشتغل سائقه على ميكروباص، والتقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس واداها سياره اجره علشان تشتغل عليها وتصرف على بيتها واولادها. كلنا شفنا الصور والفرحه في عينيها بعد لقائها بالسيد الرئيس، واللي كانت صدفه سعيده بالنسبه ليها. مش بس كده، كمان السيد الرئيس وجه ليها التحيه باعتبارها نموذج مشرف لكل ست مصريه. احنا النهارده منورنا في استوديو هذا الصباح السيده نحمدو مع نور. نور صح؟ نورتينا في نورتينا. وده نور عندك كام سنه نور؟ 12 سنه. برحب بيكي طبعا في الاستوديو هذا الصباح. وكلمينا عن امبارح، انت كنت رايحه فين ومحمله فين وشفت الرئيس فين؟ انا كنت محمله دره مدينه الشروق الاكاديميه. انت اصلا شغاله بقالك قد ايه على الميكروباص؟ يعني قول 8 او 7 سنين. 7 سنين؟ بتشتغل على نفس الخط؟ لا، هو مش ليا خط معين، اصل العربيه مش اجره. العربية خاصة. العربية خاصة، بس هو أنا كنت بشتغل الأول مدينة المستقبل ضباط مدينة السلام أو الشروق. الشروق دي شاملة بقى الشروق نفسها ودرة أو معهد على الطريق، يعني حسب رزقي ما بيناديني. أنا أخش الموقف أشوف أنا النهاردة هترازل على مين. إزاي بتتعاملي مع سواقين الميكروباصات التانيين يعني؟ هو في ناس اتفاجئت بيها بصراحة، يعني حاجة بشعة. أنا في موقف العاشر بقالي، بس في المقابل في ناس كويسة يعني. لا، انا لما دخلت موقف العاشر ناس حسيت ان هم اهلي. حصل خلافات بسيطه بينا وبين بعض الاول، بس ما وصلتش ان احنا نمسك في بعض او حد يتطاول عليا بلفظ. لا، ما يصحش. لا، ما وصلش. اخت ليهم، صاحبه، ام لبعض الاولاد منهم. في ولاد منهم ملوش الا يمه. بناكل عيش وملح مع بعض، خير حياتك. بنفرش فرشه وبنقعد نفطر مع بعض. بقالك 7 سنين شغاله في على الميكروباص. قبل الميكروباص كنت شغاله فين؟ كنت فاتحه فرن. فاتحه فرن. بس لي ظروف معينه كده، الدنيا وقعت مني بطريقه غريبه. بعد ما كنا فوق نزلنا تحت خط الصفر. عندك كام اولاد؟ 4. ما شاء الله. نور ترتيبه الكام؟ نور ترتيبه الرابع. الاخير. عشان كده جايبه معاكي. دلعي يعني. ربنا يخليهولك. هو اوريدي يقوم كل سهران فرحان مش قادر. طبعا. كلمينا على ازاي قابلت الرئيس. هو انا طالعه من الاكاديميه، المفروض هطلع الكوبري اللي حضرته جاي عليه. انا لو كنت اخدت بالي منهم قبل ما اطلع الكوبري كنت ركنت على جنب. انت تقريبا رخصك مسحوبه، قلت للسيد الرئيس امبارح. رخص مسحوبه بتاعت العربيه علشان العربيه خاصه. فطبعا انا لو كنت شفتهم، لا انا اصلا يعني الحمد لله هم الداخليه على الطريق بيتعاملوا معايا بطريقه كويسه جدا. اما حد يقابلني باشا رخصتي اهي والرخصه مسحوبه. طب الله يعينك على اللي انت فيه. طب في حد بيضايقك على الطريق؟ ده لو ظابط او امين شرطه. لا يا باشا. طب لو حد ضايقك انا واقف في المكان ده بيعرض خدماته فيما بعد. والحمد لله يعني هو ظابط واحد بس اللي سحب رخصي، ده الكلام ده من سنتين على طريق السويس. دخل ما بحبش طريق السويس خالص. من سنتين ما استردتش الرخص، لسه مسحوبه. صاحبها معتمد انها واحده ست ومحدش بيتكلم. يعني هي انت شغاله على عربيه حد تاني. مش بتاعتي. عشان هي خاصه فعشان كده رخص. هو ظروفه برضو يعني لسه عربيه عليها اقساط وكده، فمش عارف يرخص عشان المعرض مش عايز يديله بقيت اوراقه يعني. لظروفه ولظروفي الدنيا ملخبطه شويه. وكتر خيره برضو ان هو تمن واحده ست على عربيته. وكان اللقاء امبارح. طلع الكوبري، بعد ما طلعت خلاص ببص ورايا لقيت صارح من العربيات قايد النور. خلاص ده موقف لحد مسؤول. ابتديت ان انا خلاص انا هطلع منهم، يعني هسرع شويه عشان اطلع منهم عشان هم يخشوا براحتهم. دخلت النفق. لو دخلت بالسرعه بتاعتي في النفق ده انا دماغي شغاله. نفق العبور؟ لا، النفق بتاع الكوبري الجديد. اللي هو اللي ماسك العاصمه الاداريه طريق مصر الاسماعيليه وطريق مصر السويس. في لفه كده عشان اطلع طريق مصر الاسماعيليه. تفكير الحمد لله، يعني دايما التفكير عندي جاهز والرد جاهز. انا طلعت قدامهم، مفيش فرصه بقى، انا خلاص عايز انزل طريق مصر الاسماعيليه، مش هنزل طريق تاني. قلت اسرع شويه. النفق قلت اسيب لهم الحاره الاولانيه يخشوا منها عبال انا ما اطلع من التانيه يكونوا هم طلعوا. او انا هدي بقى ايه في التانيه عبال هم ما يطلعوا. اتفاجئت بعربيه منهم الاولانيه جايه بتامن الطريق. ده يعني اللي انا يعني فكرتي عن تامين الطريق، وانا اصلا بقالي فتره على الطريق وقبل كده بالملاكي وعارفه يعني ايه حد مسؤول بيكون معدي. بصيت لقيت حد خلاص جاي داخل عليا بيامن الطريق. رحت انا جايه مهديه قلت له اتفضل يا فندم. شاورت له بايدي من الشباك.
قال لي اركني. ما انا هركن، انا غصب عني هركن. ركنت، بصيت لقيت وقتي ثلاث عربيات قفلوا عليا النخل. قلت خلاص ده تأمين. الضابط اللي قال لي اركني كان راكب جنب السواق، لقيته نزل من العربيه قال لي تعالي تعالي، يعني تعالي ابتدي اتحركي بالعربيه. خلاص قلبي اطمن ان هو هيطلعني، مش ما حدش يسالني في حاجه. اتفاجئت بظباط نازله. حياتك طبعا الموقف كواحده ست او لو راجل حتى في الموقف ده مغضوض. الظباط جاي عليا، قلت بس كده امن دوله. فلقيت الرئيس هو بيطلعني، فجاه عربيه تانيه راحت قافله عليا، خلاص انت هنا. ببص لقيت كاميرات، قلت بس كده ايه ده، هم ركنوني على جنب، هم بيصوروا حاجه معينه. وانت جيت في النص يعني؟ اه انا جيت في النص خلاص، هم مش هيكلموني لان محدش جه يمتي. بس لقيت بقى ايه، في ظابط ولواء زي ما انتم، محدش ينزل من العربيه، متحركوش. قلت خلاص هم هيصوروا مشهد معين وانا همشي وهم هيمشوا، محدش يسالني في حاجه. اتفاجئت يعني في شمالي كده حد نازل من العربيه وراه، يعني حضرتك طبعا شفت. ببص لقيته الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا انت شفت على وش الخضه يعني. لا انا ما كانش قلت له انزل لك. انا هنزل لك. خليكي. راح قال لي لا خليكي، انا اللي هجيلك لحد عندك. شفت حضرتك طبعا بتكلم معايا. انا ما كانش طموحي لما كنت بطلع في التلفزيون او حد يقابلني ده المشهد. ما كانش طموحي سياده الرئيس طبعا. لا انا يعني كان طموحي اي حد يشوفني يساعدني اخش لاي صاله، اجيب عربيه قسط وادفع قسطها. فلما طموحي يوصل لسياده الرئيس دي هديه من عند ربنا، انا هفضل طول عمري اشكر ربنا عليها. ايه الحوار اللي دار؟ احنا شفنا جزء من الحوار، لكن ايه تفاصيل الحوار اللي دار بينك وبين سياده الرئيس؟ هو اللي حصل ده بالظبط، الكلمتين دول كده. بعد ما كلمني وخلاص قال لي عيني جنب سيادته واثنين لواءات ماسكين نوته، قال لهم خدوا بياناتها واللي هي عايزاه يحصل لها النهارده. طبعا يعني ظروف البلد ما تحملش ان يعني ما شغلتش بالي ان سياده الرئيس هيشغل باله بيا بالامانه يعني. قلت خلاص هو موقف وعدى زيه زي اي موقف تاني وخلاص. وحضرتك طلبت من الرئيس عربيه خاصه بيكي اه تشتغل عليها؟ اشتغل عشان دي مش بتاعتي. طب نشوف الفيديو.